السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمر غريب جدا بيحصل في السودان لأول مرة. قناة تلفزيونية إسرائيلية بتبث من مدينة بورتو سودان. الفيديو أو الصورة اللي حضرتك شايفها دي صحفية سودانية اسمها نبأ محي الدين. الصحفية ظهرت على قناة إسرائيل 24 من أراضي مدينة بورتو سودان بمعدات القناة، كاميرا القناة، مايكات القناة، كل حاجة فيما يخص هذه القناة. إذن القناة حصلت على تصريح بالتصوير على أراضي مدينة بورتو سودان السودانية، وهي ميناء معروف، يمكن الميناء الوحيد للسودان على البحر الأحمر. هنا إحنا أمام غضب كبير من بعض الفئات السودانية، إزاي القناة تحصل على تصريح للتصوير داخل أراضي السودان؟ الحقيقة القناة كانت بتنقل أخبار عن السودان، هي قناة بتنقل أخبار عالمية، والكلام كان عن السودان مش عن الأحداث مثلا داخل غزة. لكن غضب كبير جدا من تجمع مثلا اسمه تجمع السودانيين ضد التطبيع. ولكن هنا السؤال، ازاي القناة قدرت تصور على اراضي السودان وازاي بتحصل على هذا التصريح؟ الحقيقة هناك حكومة اسمها حكومة الامر الواقع، بسبب الفوضى في السودان فكل منطقة بقى ليها حكومتها او ليها ادارتها. مجلة اخبار السودان بتقول لك ان حكومة الامر الواقع في مدينة بورتو سودان هي من اعطت التصريح لقناة اسرائيل 24، وعليه فحصل اللي حضراتكم شفتوه. الصحفية طلعت تدافع وتبرر وقالت لك انا قناتي او انا دولتي تحديدا اتنست من اخبار وسقطت من عناوين الاخبار العالمية، ودي بالنسبة لي فرصة شايفها لعرض ملف السودان على قناة بتهتم بنقل الاحداث العالمية، وانا هنا ما اخطأتش لاني بعرض مسألة بلدي ومشاكل بلدي. ولكن طبعا هي لازم تبحث لها عن مبرر، لان القناة مرفوضة والناس بتتكلم على رفض التطبيع وهكذا. لازم اقول لحضرتك ان السودان كانت داخلة في الاتجاه ده بشكل مباشر، وكان يمكن الفريق اول عبد الفتاح البرهان التقى خلال سنة او اتنين فاتوا في فبراير 2021، التقى مع رئيس الوزراء الاسرائيلي واتفقوا على المضي قدما في تعزيز المسار الخاص بتعزيز العلاقات ما بينهم. وهنا السودان مقيدة لانها دولة مقيدة بالولايات المتحدة الامريكية اللي بتضغط عليها عشان تقدر انها تطبع في مقابل انها تسقط عنها ديون، وتقدر تشيلها من لوائح الدول اللي منزوع عنها او محظور لها تصدير السلاح. فطبعا السودان هنا ليها ظروف معينة، ولكن المواطن السوداني متمسك باللقاءات الثلاث، لا للتطبيع، لا للصلح، لا للتفاوض اللي كانت قبل كده في السودان على ما يبدو. لكن خلينا نقول لحضرتك ان في حاجة ايضا حصلت. السودان والجيش السوداني تحديدا قدر يسيطر بعد 11 شهر على مبنى الاذاعه والتلفزيون، رمزيه مهمه جدا للجيش السوداني في السيطره على مبنى في مدينه أمدرمان، المدينه المقابله للعاصمه الخرطوم، واللي بينهم فقط نهر النيل، المدينه اللي بتعتبر جزء من العاصمه واللي فيها مقر لسلاح المهندسين التابع للجيش السوداني، اللي قدر يدخله رئيس الحكومه او رئيس الجيش السوداني، قائد الجيش السوداني لاول مره من وقت بدايه الحرب. كانت مدينه أمدرمان مدينة خاضعة لسيطرة الدعم السريع، والسيطرة هنا كانت سيطرة ميدانية في كل نطاق المدينة بما فيها مقر الإذاعة والتلفزيون. فطبعا السيطرة على هذا المقر بيمثل رمزية كبيرة جدا، طبعا نقطة انطلاق لاستكمال عمليات الجيش السوداني اللي كانت على فكرة، أو كان الجيش السوداني بيرفض قائد الدعم السريع أن يقعد مع عبد الفتاح البرهان بعد ما ترتب ليهم لقاء في العاصمة جيبوتي، رفض أيا كان منهم، لكن اللقاء فشل في وقت كان فيه ذروة تقدم الدعم السريع، وكانوا مسيطرين على واد مدني وكانوا متقدمين لأقاليم مختلفة. النهاردة بدأ الجيش يستعيد السيطرة بشكل كبير، وبدأ يحاصر الدعم السريع في أقاليم أو في مناطق مختلفة لنطاق سيطرته. خلينا نقول لحضرتك أنه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أصدر بيان أثناء في وجوده في منطقة أو في مبنى الإذاعة والتلفزيون، وقال سنواصل حصار العدو المتمرد في الجزيرة ونيالة والجنينة والخرطوم وبحري وفي كل مكان في هذا الوطن، وقال نبشر المواطنين أن القوات المسلحة في أحسن حال ومعنويات كبيرة، ورسالتنا لمتمردي الدعم أن القوات المسلحة والأجهزة النظامية العسكرية ستلاحقكم في كل مكان وكذلك المواطنين حتى يتحقق النصر الكامل. وفضل يحيي الجميع، مواطنين وضباط وجنود في الجيش السوداني، كما أصدر قرار بتشكيل فريق فني لجمع أرشيف الإذاعة والتلفزيون والسينما
بعد التخريب اللي حصل لهم من الدعم السريع. ده اللي حصل وده اللي بيبدو انه خبر حلو لكتير من المواطنين. لكن في مجلة اسمها Financial Times رفضت انها تقول ان ده حاجة كويسة، لانها طبعا التقت بعدد من المواطنين السودانيين وكشفت عن ان هناك جرائم حرب ارتكبها الجيش السوداني ايضا، مش بس الدعم السريع، في حق المواطنين السودانيين. مجلة Financial Times التقت باحد ابناء سيدة احد ابنائها في المملكة العربية السعودية وعملت لقاء معه حول ما حدث مع والدته وما حدث بالفعل مع هذه السيدة اللي لقت حتفها على يد قوات خاصة بزي مدني تابعة للمخابرات السودانية، وما حدث أيضا قبل ذلك، واللي المفروض أن أنا ما أقدرش أقول لحضراتكم يعني بسبب أنه أمر في منتهى الخطورة، لكن هنا لا أحد بريء. ده اللي عايز تقوله مجلة Financial Times بسبب أنه الوضع سيء جدا داخل الأراضي السودانية. نتمنى إعادة الاستقرار والسيطرة والنفوذ لقوة الدولة السودانية، وأن الأمور تصبح أفضل بالنسبة للمواطنين داخل السودان. وخلينا نقول لحضراتكم أو تحديدا المواطن السوداني، مصلحتك دايما هتجد أن مصر حريصة عليها. كنت دايما بتظن أو بعضكم بيظن أن احنا بنحب نتدخل في شأن السودان الداخلي وأن احنا عايزين السودان تصبح أسوأ. طيب الدليل أمامك أن من المتضرر الوقت من ضرر السودان لو شايف أن مصر عايزة تمثل ضرر أو عايزة تخرب السودان؟ من اكتر الدول المتضررة؟ مش احنا النهاردة بندفع ثمن كبير من وجود عدد كبير من اللاجئين السودانيين على اراضينا. دول بيمثلوا عبء على الموارد وعلى الاقتصاد وعلى العملة المحلية، وبيمثلوا عبء على التضخم. فطبيعي جدا ان احنا نكون حارسين على مصلحة الدولة السودانية، لان مصلحة السودان هي مصلحة لمصر. اللي جنبك اولى بمصلحتك، على الاقل هيكون ليه استثمارات عندك، على الاقل استفيد بخصوبة التربة عندك باراضيك الزراعية، على الاقل هترك او هتجنب ضررك وهتجنب اذاك وهتجنب اللاجئين اللي بيجوا يوم بعد يوم على مصر وعمالين يمثلوا ضغط كبير علينا. لازم نفهم الامور حضرات ونعرف مين الحبيب ومين العدو. بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.